مرحبا، معكم رواد بو ملهب من المركز الأمريكي للأبحاث بعمان. بحب أشكر القيمين على هذه المبادرة، خاصة المركز الأمريكي للأبحاث بمصر. اليوم عرضنا حيكون عن أرشيف ايكور الرقمي بنظام متغير للمعلومات، ولكن بداية بحب أعرفكم عن حالي أكثر. اسمي رواد بو ملهب، متخصص بالمحفوظات وإدارة المعلومات. انضميت لأيكور كمستشار رئيسي لمشروع أرشيف أيكور الرقمي بربيع عام 2021. عام 2018 كنت مدير مشروع مبادرة الحفاظ للصور الفوتوغرافية بالشرق الأوسط مابي. كذلك كنت متخصص بالمعلومات ومنسق للاتصالات بالمؤسسة العربية للصورة ببيروت. عملت أيضا كأخصائي أرشيف بالعديد من المؤسسات ببيروت، وشاركت بالعديد من ورش العمل والبرامج التدريبية اللي نظمتها مكتبة قطر الوطنية والإفلا واليونسكو حول إدارة المعلومات والتوثيق. بتمكنت التكنولوجيا من التواصل، من عمليات الحفظ المتقدمة، من الإبداع، ومن إتاحة الاستخدام وإعادة استعمال للمعلومات بطرق ما كنا بنتصورها من قبل. من 6 سنوات ما كنا بنتصور الامور يلي عم تمكننا التكنولوجيا مؤخرا وحاليا انه نقوم فيها بالمركز الامريكي للابحاث بعمان. هذا الواقع بينطبق ايضا على مؤسسات ابحاث اكاديميه، ثقافيه، فنيه، ارشيفيه، حكوميه او غير حكوميه، بتعمل بالمملكه الاردنيه الهاشميه بالشرق الاوسط وشمال افريقيا. المركز الامريكي للابحاث ايكور تاسس عام 1968 بعمان، وهو مؤسسة أكاديمية دولية غير هادفة للربح، تعمل على تعزيز فهم الأردن والشرق الأوسط ماضياً وحاضراً. كذلك نحن بأيكور بنشجع وندعم الأبحاث عبر مجموعة واسعة من العلوم الاجتماعية والطبيعية والفيزيائية والعلوم الإنسانية والفنون، ولنقوم بدورنا على أكمل وجه. بنقدم برامج زميلة شاملة للباحثين والطلاب، وبنجري عمليات تنقيب عن الآثار، وبنقوم بمشاريع الترميم. بين عامي 2016 و2020 تم تنفيذ مشروع أرشيف إيكور للصور الفوتوغرافية بمنحة من وزارة التعليم الأمريكية لمراكز الأبحاث الأمريكية الخارجية. تم التعاقب على العمل على هذا المشروع المفصلي لإيكور وللأردن من قبل العديد من الأفراد، نذكر منهم جلين كوربت، كارمن الأيوبي، جاك جرين، جيسيكا هولاند، سامية خلف كفافي، والعديد من جيل الشباب من الأردن وخارجه. أتاح هذا المشروع للصور الفوتوغرافية 30 ألف صورة مجاناً عبر الإنترنت عبر موقع acor.digitalrelab.com. هذا المشروع الرائع بيتعلق بدور ايكور بالحفاظ على تراث المملكة والترويج له. بتوفر المجموعة الكاملة يلي تقريباً بيتقدر عددها ب 100 ألف صورة توثيق مرئي أولي للأردن، بما في ذلك مشاريع التراث الأثري والثقافي الكبرى التي رعاها المركز بجميع أنحاء البلاد على مدى العقود. بالنظر للنطاق الواسع للمحتوى والموضوع لهذه المجموعة، يمكن لأرشيف الصور بأيكور أنه يكون مورد هام للباحثين الأمريكيين الدوليين الأردنيين والعرب المشاركين بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي وإدارته. أدى نجاح أرشيف إيكور للصور الفوتوغرافية إلى حصول المركز على منحة أخرى بفترة 2020 و2024 من وزارة التعليم الأمريكية. يحمل هذا المشروع عنوان أرشيف إيكور الرقمي، تطوير مصادر التعليم والتعلم المتعددة الوسائط، ولح يوفر أكثر من 18 ألف صورة وموارد ووسائط متعددة على الإنترنت. كذلك حنطور منصة جديدة باللغتين العربية والإنجليزية مع أداة بحث متطورة. يعد إجراء التواصل المباشر مع المجتمع والمؤسسات يلي بتخدم الأقليات وجمعية وكلية السود التاريخية بأمريكا من العناصر الأساسية لهذا المشروع، بناء على فهم أنه هيدا المؤسسات وطلابها وأعضاء هيئة التدريس فيها قد يكون لديهم مصادر للتعليم الدولي والتبادل أقل من الكليات والجامعات الأخرى. كذلك بيتضمن المشروع قسم لزمالة المعلمين، وسيتم إشراك أعضاء الهيئة التدريسية لهذه المؤسسات لتطوير مصادر التعليم والمناهج التي تستخدم أرشيف أيكور ومصادره لتوسيع فهم طلابهم حول الشرق الأوسط. حالياً نحن بنفتخر أنه قمنا بتحديث سبل الرقمنة مع اتباع نظم جديدة لفهم وتطوير نظرتنا للصور والمحفوظات، بحيث أنها لا تخدم أهداف المشروع فقط،
بل تتعداها لتشمل رؤيتنا للسياسات الخاصة بالحفظ يلي نحن بصدد كتابتها وتطويرها. إن التقدم التكنولوجي يلي بيجعل الحصول على ومشاركة المعلومات سهلة جدا بشكل أيضا أحد أبرز مشاكله. بيكمن التحدي بالحفاظ على الأصول الرقمية سواء ولدوا رقميا أو رقموا. إن حجم البيانات الرقمية ووسائط التخزين غير المستقرة والأجهزة والبرامج المتقدمة يلي منقوم باستخدامها وتحديثها بأيكور تجعل من الحفظ الطويل الأمد ومن إمكانية استخدام العناصر الرقمية يمثلان تحديا دائما. فنمو المحتوى الرقمي خلق مشكلة حرجة لا يمكن حلها بطرق الأرشفة التقليدية. من دون رؤية مستقبلية لازمة لتفعيل الاستدامة الرقمية، إن المعلومات قد تضيع إلى الأبد، والمخاطر عالية جدا لتجاهل تلك المشكلة لفترة زمنية أطول. فالأصول الرقمية معقدة ومكلفة وتتطلب الالتزام المستمر، نظرا لتكاليف الحفظ والخسارة التي لا تحصى الأصول الرقمية، فإن النهج العملي والعلمي هو المطلوب. قبل البدء بالشروط المطلوبة، دعونا نرى ما هي التحديات التي نواجهها في أيكور. مثلا الملف الرقمي، تماما مثل الوسائط التناظرية تواجه الوسائط الرقمية تهديدات وتتعرض للتدهور بمعدل يعتمد على الخصائص المتأصلة للوسيط والبيئة التي يتم تخزينها فيها. وتشمل التهديدات الأخرى وسائط تخزين غير مستقرة، الأجهزة والبرامج، نقص التخزين والنسخ والنسخ الاحتياطي الآمن، وحواجز الوصول مثل الحماية بكلمة المرور والتشفير. تتمثل المخاطر الإضافية في نقص التخطيط وعدم كفاية الموارد، ونقص الوصف والمعلومات السياقية حول المواد. بالطبع يمكن أن يؤثر الإهمال والكوارث الطبيعية والبشرية على الأصول الرقمية أيضا. يتفاجأ الكثير من السرعة التي تبدأ بها البيانات بالتدهور في تكنولوجيا التخزين. تشمل العوامل المساهمة في تدهور الوسائل المحتوى الرقمي جودة تصنيع المحتوى والبيانات، مدى استخدامها، مدى دقة التعامل مع الوسائط، مستويات درجة الحرارة والرطوبة التي يتم تخزينها بها، وجودة المعدات المستخدمة للوصول إلى الوسائط. على سبيل المثال، قد تستمر محركات الأقراص الصلبة الخارجية (External Hard Drive) إذا تم تخزينها بشكل صحيح واستخدامها بشكل ضئيل لعقد واحد من الزمن. إذا لم يتم التعامل معها بشكل جيد، فقد يكون لديها 5 سنوات من العمر الافتراضي للتخزين. خلال هذه الفترة تحدث تغييرات كبيرة في الأجهزة كل عامين وفي البرامج كل عام إلى 5 سنوات. على الرغم من أن البيانات قد تكون موجودة، إلا أن تقنية الوصول إليها قد تكون قديمة. فلا يضمن الاحتفاظ بالملفات باستخدام خدمة تخزين على الإنترنت مثل الدروب بوكس أو جوجل بقائها أيضا، على الرغم من أنها يمكن أن تكون جزءا من خطة الحفظ. تدير هذه الشركات كدروب بوكس وجوجل تقنيتها جيدا، ولكن يمكن حذف الملفات أو فقدها عن طريق الخطأ. لذلك يتطلب الحفاظ على الموارد الرقمية لاستخدامها من قبل الأجيال القادمة جهودا واستثمارا متواصلين. لدينا بعض التوصيات للاستدامة الرقمية. إن الاستدامة الرقمية للمواد الأرشيفية يؤثر على مستوى التحصيل ومستوى الأصول. يجب على خبراء المحفوظات اتخاذ خطوات لضمان حفظها واستخدامها بمرور الوقت. نعرض عليكم بعض التوصيات. تأسيس المسؤولية التنظيمية للصيانة المستمرة للمجموعة. يجب أن تشمل جوانب الصيانة المستمرة تغطية أجهزة الخادم وبرامج نظام التشغيل. تعدد مواقع الحفظ للمواد الرقمية وإنشاء إصدارات متعددة ونسخ والتأكد من أن استعادة التطبيقات والبيانات من النسخ الاحتياطية ممكن. تشمل المهام الأخرى التأكيد على أن تظل أنظمة وتطبيقات الوصول والبحث قابلة للاستخدام، الحفاظ على إحصاءات الاستخدام وتقديم دعم للمستخدم. من التوصيات الأخرى توحيد المستودعات الرقمية من خلال الـ Open Archival Information System. هذا النظام يحدد المفردات لمفاهيم الحفظ ويصف أنموذج المعلومات الحفظ ويصنف مهام الأرشفة.
إن هذا النموذج المرجعي الناتج المعيار رقم ISO 16363 مهم لتطوير المتطلبات لنظام الحفظ الرقمي، بما في ذلك سير العمل وخلق الأدوات اللازمة. أيضا من التوصيات اختيار الأنظمة، وبالتحديد أنظمة إدارة المجموعات وأنظمة الوصول إلى الأصول الرقمية، وتوفير تخزين هذه الأصول وترتيبها وإدارتها بشكل آمن، والوصول إليها وحفظها. من الأنظمة أيضا أنظمة إدارة الصور التي تسجل موقع تخزين الصور الرئيسية ومشتقاتها كالدامز، وتساعد في البحث عن الصور واستردادها وتوفير واجهة وصول أغلبيتها عبر الويب. بالإضافة إلى ذلك فإنها توفر الأطر الهيكلية للصور الرقمية مثل العثور على المساعدات وجذور المحتويات كالفايندينج ايدز والتيبل اوف كونتنتس. إنشاء السياسات. يجب على أمناء المحفوظات أيضا إنشاء سياسات متوافقة مع الحفظ الرقمي. ذلك ممكن من خلال سرد أهداف سياستهم الأساسية وتقييم المخاطر والاحتياجات والأهداف والغايات والمشاريع التنظيمية من بين عوامل أخرى. إن سياسات الحفظ تحدد النطاق ومعايير الاختيار والإرشادات الخاصة بإنشاء المحتوى وسلامته وصيانته. من التوصيات الأخرى المهمة تمويل عمليات الحفظ لتعزيز أنشطة الاستدامة. أكبر خطر على العالم الرقمي هو الاستدامة الاقتصادية. في الواقع الحفظ الرقمي بداية هو موضوع اقتصادي يليه مدى توفر التكنولوجيا، فالاستدامة المالية تؤمن موارد كافية لتحقيق أهداف طويلة الأجل وتقليل المخاطر المالية على رقمنة الأصول من خلال المنح المالية والهبات والاستثمارات. نهاية، لا تكمن الاستدامة الرقمية حصريا في المحفوظات، ولكنها تتطلب قبولا من الجهات الفاعلة داخل البيئة المعلوماتية للمنظمة أو المركز. تتأثر الاستدامة الرقمية بالعوامل الثقافية والاقتصادية، بالعوامل القانونية والسياسية والفنية التي بدورها تؤثر على تنظيم وظيفة وتكنولوجيا الحفظ. مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحالية للمؤسسات ولخلق نهج مستدام للأرشيف، علينا الاعتراف بأن التقنيات المستخدمة اليوم ليست حلول دائمة، ولكنها مجرد أدوات سيستخدمها المؤرشفون والمستخدمون لتسهيل الوصول إلى تلك الأصول الرقمية في المستقبل. وشكراً. بتمنى أن تكونوا استفدتوا من هذا العرض، وللمزيد ممكن تواصلوا معنا على البريد الإلكتروني أو الويب سايت photoarchive.acorjordan.org. وشكراً.